بكرة. نحن كل يوم أقوى من يلي قبله انطروا كلمتي بكرة بهيدي الكلمات أثناء إلقاء التحية عليهم توجه رئيس حزب الطيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لمناصرين وصلوا إلى أمام منزله بمواكب سيارة عفوية للتعبير عن رفض العقوبات الأمريكية هي عقوبات سياسية وجائرة بسبب خيارات وطنية بيعتبر الطيار الوطني الحر إنها تضحية جديدة عم بيقدموها لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره وشدد على أنه رح يضل متمسك بمبادئه وحر بقراراته وسيد على أرضه وما بياخد التعليمات من حدا لا داخليا ولا خارجيا على وقع المطالبة بإبراز أي أدلة ومستندات أو حتى معلومات بتبرر قرار الإدارة الأمريكية بفرض العقوبات وقبل حملة التضامن مع بسيل نظم الطيار الوطني الحر تحرك رمزي بالسيارات حيث تمركن أكثر من 250 سيارة داخل موقف على طريق بعبدة لتجديد إصرارهم على المضي قدما بالتحقيق الجنائي ورفضا لعرقلته نحن أول شيء مواطنين مكلفين بالضريبة لبنانيين نحن بدنا نعرف ضريبتنا والمبالغ تبع الدولة اللبنانية لوين راحت كلهم بيأكدوا أنه في هدر نحن الموضوع تضييق جنائي هو باب باب الانقاذ الاقتصادي للبنان صار في توقيع من وزاره الماليه لشركه الفاريز وقعت العقد بدها تنفذه نحن هون عم نشدد على تنفيذ العقد تضييق الجنائي هي معركه اساسيه ومدخل لمعرفه الحقيقه الكامله ملفات الاموال المنهوبه والمهدوره والمهربه بأكد الطيار الوطني الحر انت بتشوف مين عم بعرقل ومين عم بعارض بتعرف انه هودي خايفين من النتائج بينما يلي بده التحقيق الجنائي اللي بيكشف كل شيء مش نحن عم نقول عنا فاسدين وعنا عقوبات للفساد عالك شوفونا بالتحقيق الجنائي ومشوا معنا فاللي ماشي فيه للتحقيق الجنائي ما خايف من نتائجه يعني هذا البريء وهذا الشريف بينما اللي عم بعرقل يعني في مسله تحت باطه يعني هذا خايف من النتيجه من بعد التحركات امام قصور العدل لمطالبه القضاء بالقيام بدوره بمجال مكافحه الفساد الى التحرك من اجل التمسك بالتدقيق الجنائي تحركات الطيار الوطني الحر مستمرة مع دعوة المواطنين من أصحاب النية الصادقة لخوض هيدي المعركة جنبا إلى جنب لأنه بتعني كل اللبنانيين ووجودهم ومستقبلهم